أحسن الله إليكم. تقول في آخر في ما قبل آخر الأسئلة: ما حكم حضور حفلات زواج فيها منكرات ولم يعلم أن فيها منكرات؟ هل يأثم من حضر؟ إذا لم يكن يعلم فلا إثم عليه في الماضي، لكن بعد أن علم فيجب عليه أحد أمرين: إما الإنكار والسعي في إزالة هذه المنكرات، وإما أن ينصرف ولا يجلس معهم، لا يجلس معهم على المنكرات ويسكت. نعم.